هنبتدي بقى بالحشو بتاع السمك. انا بستخدم الفلفل والثوم، الفلفل الالوان والثوم. الثوم ده انا مفرزاه وطبعا حافظاه بملح في الفريزر. والكرفس، الكرفس ده ما بيبقاش موجود طول السنة عندي او طول الوقت عندي، فبجيبه اول ما بيظهر عندنا هنا في المنطقة، بجيبه وبغسله وبحطه وبقطعه كده بالطريقة العشوائية ديت عشان اضيفه طبعا في الشربات، وكمان استخدمه في السمك، بيبقى جميل جدا في السمك. هضيف بقى على الخلطة ديت كلها بعد ما اضربها في الكبة النعناع الناشف. النعناع الناشف ده جميل جدا، انا برضو جايباه ونشفته واحفظه بقى في علبة زي ديت، ماشي. وبحطه بعد ما بخلط الخلطة ديت في الكبة، بضيف منها معلقة من النعناع، بيلغي اي طعم، يعني بيلغي ريحة الثوم والكرفس والحاجات ديت اللي بتحرق على الصدر وبتعمل حموضة. بس هي ديت الخلطة بتاعت السمك او بتاعت الحشو بتاعت السمك اللي انا بستخدمها. طبعا بضيف كمون وبضيف ليمون وبضيف معلقة خل تفاح، ده معايا في كل الاكل. نيجي بقى للخلطة التانية اللي بستخدمها وانا جاية اقلي السمك. عندنا هنا دقيق، دقيق فينو طبعا، ومعلقه من الكركم ومعلقه من النشا. معلقه من الكركم علشان اللون الذهبي اللي بيبقى موجود في السمك بتاع المحلات، ماشي. ومعلقه من النشا علشان يدينا الطعم الكريسبي من بره وتبقى السمكه من جوه طريه. التكة بتاعت النشا ديت جميلة جدا. هخلط كل المكونات ديت كلها في الكبة، هقطعها، انا غسلها هقطعها واخلطها في الكبة عشان الصوت، وهرجع لكم تاني. بصي يا حبايب قلبي كده خلاص انا خلطت المكونات ديت كلها في الكبة، هضيف عليها بقى النعناع. النعناع ده بيلغي اي ريحة، ماشي، تبقى موجودة بقى، ماشي. معلقة صغيرة، انا بضيف كده كده اساسا النعناع على المحشي لما باجي اعمله، بيبقى جميل جدا، ماشي. وهضيف كمان الخل، ماشي، خل التفاح، معلقه كده، حاجه بسيطه، ماشي. هشيل جزء من الخلطه ديت هعمل بيها الفريك. طبعا انا عملت معاكم الفريك قبل كده، هعمله وهوريكم شكله. بصي يا حبايب قلبي انا ما عملتش معاكم الفريك لان انا عملته معاكم قبل كده على القناه، بس انا ما كنتش حطيت الخلطه ديت، انا كنت عاملاه ببصل بس. فالخلطه ديت حطيت جزء منها في نقطه زيت واحده وعملت الخليط ده، ماشي، وضفت عليه بعد كده الفريك، ماشي. مقدار الفريك ميه ايه؟ لو هتعملي كوبايه فريك هتعملي نص المعيار بتاعها ميه، تمام. ده الكميه دي كلها نص كوبايه فريك، ماشي. طبعا انتوا عارفين لما بيتنقع وبيستوي طبعا بيدي كميه كبيره، ماشي. فده طبعا انا عاملاه عشان النظام الصيام المتقطع اللي انا ابتديته معاكم. الخلطه الباقيه بقى هحشي بيها السمك وهوريها لكم. يا حبايب السمك معايا، انا جبت الكيلو قطعتين، عندنا في المنطقه مفيش اقل من كده، ما لقيتش سمك صغير، فانا كده فتحته وقطعته كده من الجوانب كلها، ماشي. هجيب الخلطه، الخلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض، وهبدا ان انا احشي السمك. طبعا انا حطيت عليه كمون وليمون. السمك ده هبدا ان انا احشي بقى بايدي كده، ماشي، احشي في الاجزاء دي كده كده، ابدا احشي. ده حشيت ده، وعندنا السمك ده سمك صغير كده، برضو هبدا ان انا احشي جزء. بصوا بفتح كده بعيد عن الشوكه، بفتح مكان بعيد عن الشوكه وابدا برضو ان انا احط كده، اخلص بقى وهرجع لكم. بصوا يا حبايب قلبي كده خلاص انا حشيت السمك وتبلت طبعا بالكمون والليمون، ماشي، زي ما انتم شايفين كده، ماشي. ده طبعا من الفلفل الاحمر. هبدا ان انا بقى اجهز التتبيله بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها. بصي يا حبايب قلبي الاطباق ديت اللي هي بتاعه اللي هي الحلويات، ماشي، انا بجيبها وبعدين بحط عليها مشمع او كيسه، ماشي، كده مثلا
وطبعا الخلطة اللي انا قلت لكم عليها، هقلبها كلها في بعضها كده ماشي. ولو اتبقى حاجة بنخلها عادي خالص، وبعد كده بحطها في التلاجة للمرة التانية كده. خلاص هجيب السمكة معايا كده وابدأ ان انا بقى ايه احط الدقيق كله والخلطة دي كلها كده. طبعا بالطريقة العادية خالص. هخلص بقى وارجع لكم. كده انا حطيت الطاسة على النار ماشي. هبدأ ان انا انزل بقى السمك بتاعي كده وهدي النار علشان ما يتحرقش مني. هحط برضو عكس بعض كده برضو، ما كترش الزيت و يعني لا يبقى كتير ولا يبقى قليل علشان ما يتبقاش مني، لان الزيت كده بيبقى مرة واحدة بتاع السمك وخلاص. حبايبي وانا بقلي السمك كده انا خلاص عملت البصلة في الكبة وهحطها للرز. ده ان انا بس كده لقيت هعمل معاها رز صيادية بس فيه عليه طماطم ماشي. احنا بنعمله كده يعني رز ببصل كده صيادية بس عليه طماطم. هقلب بقى البصل واحمره وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. بصوا كده يا حبايبي السمك شكله بقى عامل ازاي. بصوا اللون ده من الكركم ماشي. بصوا اللون الجميل الذهبي ده من الكركم. حبايبي شايفين السمك كده بعد ما قلبته ماشي. هخرجه بقى، هخرجه على مناديل ماشي. بصوا لونه عامل ازاي ما شاء الله جميل جدا. هخرجه بقى وهرجع لكم. حبايب قلبي كده خلاص البصله كده خلاص، هضيف عليها بقى الطماطم ماشي. هضيف الملح، احط الملح ماشي. وطبعا انا غسله الرز اول بس ما التخديعه ديت تتسبك هضيف عليها الرز والميه. وادي يا حبايبي شكل السمك بعد ما خرج. سامحوني بس عشان الاضاءه ده شكله جميل جدا. بصوا الطعم من بره زي ما انا قلت لكم كريسبي، ومن جوه طري. هيبدا بقى هنشفه بس على المناديل ديت وبعدين هقدمه معاكم مع الرز. بصوا كده خلاص التخديعه كده معايا تمام، او الصلصه زي ما بتقولوا عليها. هبدأ ان انا اضيف الميه ومقدار الرز تمام. هتغلي معايا وهضيف عليها الرز. بصوا كده خلاص غلي. هبدأ ان انا اضيف الرز. اضيف الرز بقى المصري العادي بتاعنا اللي انا غسلاه ماشي. نضيف الكميه كلها. بصوا كده خلاص انا ضفت الرز كله ماشي. وطبعا مقدار الميه زي مقدار الرز ماشي، زي ما تكوني بتعملي كده رز عادي خالص كده. وحابه تعملي رز صياديه براحتك، كل واحد وطريقته ماشي. هغطي عليه هيغلي، هسيبه يتشرب وبعد كده هيستوي عادي زي الرز المصري. وبكده تكون خلصت اكلتنا حبايبي. ادي الرز معانا اهو، وادي السمك الجميل. مش شبني عوج الكاميرا. وادي السمك الجميل، واسفه على الاضاءه، ان شاء الله باذن الله هصلحها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.